أيها السادة والسيدات، أيها الحضور الكريم، يسرنا أن نقدم إليكم الفنان الكبير الصوت الدافئ السيد أحمد المقري في رائعتين من الروائع الخالدة للموسيقار الكبير فريد الأطرش، مين يعرف، وهي من كلمات عبد العزيز سلام، وقد غناها في فيلم عهد الهوى، وسألني الليل أيضا لنفس الشاعر عبد العزيز سلام ومن الحان فريد الأطرش. أرجو لكم كامل المتعة.
عذاب وشجن وفراق وألم. مات يا الله يا روحي نفرح بيك قبل ما تطوي منا الأيام. ده انت الإلهام وأنا الأنغام، مش ممكن تساعدنا الأيام. ده انت الإلهام وأنا الأنغام، مش ممكن تساعدنا الأيام. عهد الهوى فيه فرح وهنا، مين يا رب مين يا رب مين يا رب. من يعرف دي الدنيا افتني، بتغير حال وتمد الحال. مات يا وانا عايش في حياة دنيا مليانة أمل وخيال وجمال. خلينا نقول كل من هو صباح حالي.
Yeah.
وفاتنا بين دموع وجراح واسينا في فرانا ويمكن وفاتنا من دموع وجراح يا ليل واسينا في فراقنا ويبكي معانا قلبي.
صبح حالي سهرتي يا ليل
فتنا من دموع الجراح. يا ليل واسينا في فراقنا ويبكي معانا حمل I'm not afraid.